يا أهلا وسهلا. في أوقات صعبة بيمر بيها كل بيت الفترة دي، اللي مضغوط واللي شايل هم بكرة واللي قلقان واللي خايف، وقدامنا سكة من الاتنين، يا إما أفقد الأمل وأقول خلاص إنها قفلت، يا إما أقوم أعمل اللي عليا وأسعى بجد وأبص للي في إيدي وأحاول أزوده وأكبره، أتقي الله في شغلي وأشتغل بأمانة وإتقان. أزمة كورونا كان فيها معنى كبير وواضح إن المال ما كانش خالص هو مصدر الأمان. الأزمة دي كمان عايزين نوصل موصلالنا نفس الرسالة، المال مش هو الأمان، وهيفضل طول الوقت الأمان في حسن ظننا بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، ربنا قال لك ظن فيه خير هيديك كل الخير. الأمل والتفاؤل وقت الأزمات مش بس صفات الناجحين، ولكن حقيقي صفات المؤمنين. كل ما عرفت تحس إن بكرة إن شاء الله أحسن، ربنا هيرزقك كل الخير ويديك كل الأحسن. كل اللي علينا تجاه بعض كزوج وزوجة مثلا إن أنا أطمن جوزي وأقول له ما تقلقش إن شاء الله ربنا هيدبرها، ومراتي اقول لها طلعي صدقات لعلها ان شاء الله تفرج عنا اللي احنا فيه، وستنجلي بل لا اقول لعلها ويحلها من كان يملك عقدها، ان الامور اذا التوت وتعقدت نزل القضاء من الكريم فحلها. استبشروا.